السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. هذا الفيديو لهدفين. اول هدف انه تاخذوا السيت هذا اللي انا ناشره، هو سمبلرات زمر وما زمر لل 864 الفضي. والهدف الثاني منه طبعا مع ايقاعات شعبيه حلوه، لانه زمان نزلت سيت كان فيه نقص الايقاعات كثير. هلا صلحنا موضوع الايقاعات، كلهم صاروا شغالين. الهدف الثاني من الفيديو انه كيف تنزل هذا السيت، مشان ما تضلوا تسالوني نفس السؤال انه هذا بينزل على الكحلي بينزل على الاسود. اكيد اذا بدك تعمل لود للسيت مثل ما هو ما راح ينزل لا لل 700 ولا للاسود ولا للكحلي، لانه بنص اللود حيعطيك خطا ويوقف، ويمكن يوقف لك جهازك كله وتحتاج سوفت وير يبطل الجهاز يقلع. فكيف بدنا ننزل السيت او اي سيت كورك لاي جهاز كورك، بس بنكون تراعوا عدد الرامات او حجم الرامات. يعني انت راماتك 64 خلاص اوكي بتاخذ السيت ال 64، راماتك 256 عادي بتاخذ ال 256 وبتاخذ ال 128 وبتاخذ ال 64 بتاخذ الكل. او في حدا يقول لك هذا السيت ما ينزل لل 600، لا بينزل لل 600. شو هي الطريقه؟ طريقه شوفوا، نحن مثلا هذا السيت مثلا هذا السيت كله سمبلرات انا عامله، مش عامل فيه اصوات وايقاعات حلوه. تمام، بدنا ناخذ هذا السيت نحطه باي جهاز 800 غير ال 800 الفضي اللي هو اكثر جهاز ما له برامج بال 800، وانا اكثر شيء راح انزل لكم عليه بما انه موجود عندي كانت ثلاث قطع، فراح نضل ننزل له برامج لحتى يكون صار له عدد كافي من البرامج. تجي لاي جهاز كورك بالعالم، كان 4X ان كان 3X ان كان 800 ان كان 700 ان كان 600، تجي تكبس الميديا. انا اعطيك السيت انت حاطه بالفلاشة، اكيد نحن فايتين هون على اليو اس بي. هات اقلب لكم الشاشة ان شاء الله تكون واضحة، هي مانها واضحة 100% بس مش مشكلة. يعني نختار اليو اس بي من هون من تحت من الميديا. تمام، اخترنا اليو اس بي، بنشوف السيت وينه. مثلا هذا السيت انا عامل اسمه نيو سامبلر 64. تمام، ما بنكبس لود، لانه ليك اذا كبست لود شو راح يصير؟ راح جهازك يعتبر انه هذا السيت له وراح ينزل يفلشوا على اليوزرات وما راح يزبط معاه، لانه عدد اليوزرات بال 800 الكحلي بيختلف، البنوكه بتختلف، البنوكه بال 700 بتختلف، يعني مكانهم ما راح يتوزع 100%، فانت مضطر توزعهم بايدك، لكن جدا طريقه سهله. بدها وقت بس بتاخذ السيت كامل. هذا السيت بتحدده اللي انا اعطيك اياه مثلا، بتكبس اوبن. تمام، بتفوت شو بتعمل؟ بتلود الجلوبال، تعمل له لود كامل، ترجع تلود الباد، تلود البي سي ام، تلود البيرفورمانس، السونج بوك اذا بدك اياها، الساوند تخليه اخر شيء ما تحمله، ملف الساوند ما تحمله، تحمل الستايل. هيك شو بتكون عملت؟ تكون نزلت الستايلات الاسماء الايقاعات فلشتهم على البنوكه. طبعا في اجهزه تضطر مثل 600 او 700 حتى هاي الستايل بدك تفوت تعملها اوبن وتلودهم وحده وحده، طبعا ما لهم كثار، هم 10 او 15 وحده يعني، هذول كلياتهم يعني ما لهم كثار. تمام، بتلود كل وحده بوحدتها، ترجع تعطيك كلوز. حتى البيرفورمانس انا برايي اذا بتعملها وحده وحده بيكون احسن لسه، يعني كمان هم مش كثار، تقريبا بال 20 وحده. تمام، بتطلع منها. انت هون شو عم تعمل؟ اذا الجهاز ما موجود فيه اسم البنك اللي موجود بالصوت، هو الجهاز لحاله بيختار له سيلكت مكان معين. يعني مثلا هذا الصوت، مثلا خلينا نفوت على البيرفورمانس، هي اللي فيها الاصوات. البنك واحد، ما هو عدد البنوك بيختلف بين الاجهزه والاجهزه، بتعطيه لود هو لحاله بيختار، عرفتوا؟ يعني اوتوماتيك تطلع منها. اهم ملف بالسيت كله اللي بيشغل الاصوات والايقاعات هو ملف الساوند. في ناس تفكروا هو ملف الاصوات، لا حبيبي، ملف الساوند هو اللي فيه الكيتات الايقاعات. رح فرجيكم مثلا، هو فيه ثلاث يوزرات بيكون بهذا السيت حسب الجهاز. لما نفوت عليه على اليوزر 3 على الاوبن بنلاقيه كله ايقاعات، ما بنلاقي فيه اصوات. تمام، وبنفوت على اول وحده عاده، يعني بسيستم السيتات او اللي بيعملوا سيتات بيعملوا لك هون الاصوات، اثنين السامبلرات اذا في سامبلرات، ثلاثه هن الايقاعات. هلا حسب ترتيب السيت، هلا هذا السيت كله سامبلرات، فانت بتفوت، حكينا بتفوت ساوند، هي اخر وحده بتتركها لانه هذول بيتلودوا عادي كلياتهم، كلياتهم بيتلودوا عادي الا هذا اوبن. هذا هو اللي انت لازم توزعه بايدك. طيب كيف بدي اوزعه؟ فوت على اليوزر 1 بعطيه اوبن. هذول الملفات، كل الملفات لازم اضغط عليهم كل واحد
واعطيه لود اعطيه اوكي وانطره يخلص تمام. يعني مثلا خذوا مثال هذا او خلينا نحط البراس مثلا لود لانه ملود عندي اساسا انا يعني وننطر حسب الصوت اخذه شايفين ما بياخذ وقت بس احيانا السامبلر بيطول تمام. بس عملت هاي الحركه لثلاث يوزرات السيت صار عندك صارت امورك كلها 100% تمام. حتى هاي الطريقه اللي احنا بنستخدمها لناخذ سيت او ايقاع من سيت ثاني يعني الايقاعات مثلا لك كم زوري مثلا كم زوري كل زوري من هذول له ملف بالساوند وله كيت فكل واحد له الكيت الخاص فيه او حسب اللي عامل الايقاع او حسب اللي صانع الايقاع. هلا بتفوتوا على رابط بالوصف بتاخذوا السيت هذا. هذا السيت برجع بحكي انه هذا السيت سامبلرات ما بينفع العازفين اللي بدهم اصوات. هذا السيت لازم يكون عندك اورج ثاني تمام. لازم يكون عندك يعني عامل اورجين انت تمام وهذا بتستخدمه بس للايقاعات يعني عندك فيتري مثلا او عندك الله اعلم شو عندك. هذا السيت بتاخذ منه احلى ايقاعات بالشعبي والطربي تمام وتاخذ منه السامبلرات بيلزمك بالسامبلرات غير هيك لا. اذا بدك اصوات في سيت اللي نزلنا المره الماضيه بتاخذه. هذا السيت فقط سامبلر بيلزم عازفين الحفلات واللي بيحبوا السامبلرات كثير يعني اللي عندهم جهاز ثاني من الاخر يعني. يعني هون ما بتلاقي اصوات ربابي ما بتلاقي صوت العصفور ما بتلاقي كثير لانه الرام 64 فعلى حسب الرام نحن نزلنا له تمام. شكرا لكم ولا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه وتعملوا مشاركه على الفيسبوك للفيديو مشان قلت لكم انا حسب الاعجابات واللايكات اللي عم باخذها وعم يشتهر الفيديو برجع يعني الواحد بيتشجع بيشتغل لكم شيء جديد. فان شاء الله البرنامج الجاي حيكون فيتري وحيكون ترايتون اكستريم تمام. فانا اشوف احنا شو اللي حيطلع معنا ان شاء الله. شكرا لكم حبايب.